على شعرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانت صغيرة فزاد نماؤها لأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دليل على أن الشعر لا يطول لكنه حي فبذلك ينبت ويقول علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت بالحمد المضاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من سنيات الغزاة وجب الشكر علينا ما دعا لله دار أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار من ثنيات الولا فلما الشكر علينا ما دعا لله دعا أيها المبعوث فينا جئت من أمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار.